بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 28 من كورس إنشاء برنامج المدارس بلغة البي اتش بي مع استخدام فريم ورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هو هنعمل تراجع لطالب واحد تكملة للدرس السابق. احنا في الترقيات كنا عملنا تراجع للكل، فالنهاردة في وقت ما لما عملت ترقية لفصل معين فوجئت بحاجة معينة مثلا أو أي كان ظرف وقال لك ان الطالب ده المفروض يرجع للمرحلة السابقة بتاعته قبل كده. ففي الحالة دي النهاردة ان شاء الله هنشتغل على جزئية ان انا هعمل يعني ارجاع لطالب واحد فقط. طيب قبل ما ابدا درس النهارده حابب اوجه رساله او اوضح جزئيه معينه يمكن بعض الناس ما كانتش واضحه ليها او مش مفهومه الجزئيه ديت. طبعا في الدرس السابق لما انا رفعت الدرس بتاعي فوجئت بتعليق من شخص ما ان انا بتاخر في عمليه رفع الفيديوهات وان الكورس بقى طويل جدا وهو خلص كورسات ولسه لغايه الان انا ما خلصتش الكورس بتاعي. طيب ناخد رقم واحد، اوعى تتخيل في يوم من الايام البروجكت اللي انت شغال عليه ده بروجكت صغير. البروجكت ده في شركات بتشتغل عليه تيم، يعني التيم كامل بيشتغل عليه بيمسك تابع، يعني تلاقي مثلا التيم ماسك مثلا مراحل دراسيه وصفوف دراسيه والاقسام دراسيه، تيم تاني ماسك الطلاب ومش عارف ايه والكلام ده كله، فالموضوع بيكون العدد بيكون له دور كبير جدا في الجزئيه دي. انا بشتغل شخص الواحد لوحدي. اتنين، انا طبعا الكورس ده فري مش مدفوع، يعني انا مش مرتبط معاك بوقت ان لازم الكورس يخلص بعد شهر او شهرين او ثلاث شهور، لكن انا ما حددتش اول ما عملت الكورس ما حددتش قلت يا جماعه الكورس ده انا هخلصه بعد اتنين شهرين او ثلاثة او اربعة، انا ما حددتش الكلام ده كله لان ده كورس في الاول وفي الاخر فري، حاجه بتنزل لك فري. لو انت مش حابب ان انت تنتظر بالشكل ده مثلا كل اسبوع ينزل لك او كل 3 4 ايام ينزل لك فيديو، عادي تقدر ان انت تنتظر براحتك خالص لغايه ما الكورس يخلص وبقى ادخل على القناه اتفرج عليها، انا ما عنديش اي مشكله ما او الكلام ده كله. لكن الجزئيه اللي انا عايز اوضحها، انا مرتبط بشغلي خاص بيا، شغلي انا بيكون عندي ارتباطات وعندي شغل، فبحاول بقدر المستطاع ان انا اوفر يوم في الاسبوع ان انا انزل لك الفيديو. طبعا الفيديو اللي بينزل قدامك ده هو بينزل مثلا سي مثلا الوقت بتاعه حوالي ساعة او مثلا 50 دقيقة او 40 دقيقة، انا ما اقدرش انزل لك اقل من كده. انا مش بشرح اساسيات، انا بشرح بروجكت، يعني لازم الفيديو يكون ساعة او نص ساعة. طيب عشان الفيديو يطلع لك بنص ساعة او ساعة او ساعة لربع بالشكل ده ايه اللي بيحصل؟ تعال اوريك خلف الكواليس ايه اللي بيحصل. اول حاجة ان الفيديو بيتحضر له مش اقل من نص ساعة، اظبط الاكواد واظبط التبات. طبعا انا شغال على بروجكت برايفت خاص بيا انا زي البروجكت اللي انت شغال عليه، فبظبط عندي الاكواد واظبطها بحيث ان انا ما اخليش الفيديو يبقى طويل عشان لو كتبت الكود قدامك ممكن يحصل ايرور الكلام ده كله، فالكود هياخد وقت طويل جدا وانت هتبدا تمل مني. طيب اذا انا بحضر الفيديو قبلها بنص ساعة او ساعة الا ربع. طيب وبسجل الفيديو ساعة، يعني احنا بنتكلم في ليميت ساعتين، والفيديو بعد كده بيدخل على مرحلة المونتاج بياخد له نص ساعة تقريبا عم يتعمل له كونفيرت وحاجات زي كده، ادي كده ساعتين ونص، وقول عم بيترفع على اليوتيوب بياخد له في ليميت نص ساعة لان الحجم بتاعه بيبقى مش اقل 250 او 300 ميجا لان الكواليتي بتاعته بتبقى عالية. طيب يعني انت بتتكلم الفيديو اللي بيجي لك بتشوفه ساعة، انا بالظبط حرفيا بياخد معايا ليميت 3 ساعات. تخيل لو بياخد معايا 3 ساعات، شوف انا بشرح لك كم فيديو، احنا وصلنا النهاردة للفيديو رقم 28، شوف كم ساعة ضاعت مني انا مقابل ان انا بتعب عشان ان الناس تستفيد من الشرح اللي الواحد بيعمله، ان شاء الله نكون سبب من الاسباب ان ربنا يكرمنا وشخص ما يسمع الكورس بتاعنا فبالتالي يلاقي فرصة عمل نكون احنا سبب فيها ان ربنا يكرمه في الشغل. فاتمنى من الناس تكون واخده بالها وتكون عارفه كويس قد ايه انا بنزل الفيديو كل اسبوع وايه اللي بيخليني ان انا انزله كل اسبوع، لان بيكون عندي ضغط في الوقت بتاعي. فاتمنى يا رب كده بس الناس تعذر الجزئيه ديت ان شاء الله، وانا بحاول بقدر المستطاع لو في وقت فاضي عندي دايما بحاول ان انا اكثف. يعني انا النهارده انا بسجل الفيديو النهارده يوم السبت، المفروض فعليا الفيديو هينزل لك يوم الاثنين، فانا اما لقيت ان انا ما عنديش ضغط في يوم السبت قلت لي لا نسجل فيديو للناس. اسف على الاطاله بس حبيت اوضح الجزئيه ديت عشان بعض الناس تبقى واخده بالها منها. طيب النهارده تعالى كده نعمل حاجه بسيطه شويه، نخلي بتاعنا يعني الشغل بتاعنا احترافي شويه. ازاي؟ لو جينا نبص على القايمه بتاعه الطلاب،
انا لما باجي اضغط الطلاب كده بيجي لي اضافه طالب، قائمه الطلاب، ترقيه الطلاب، اداره ترقيه الطلاب، تحس ان الدنيا كلها داخله في بعضها. امال ايه يا باشمهندس؟ انا عايز اعمل زي تبات جوه الطلاب. ازاي يعني؟ لما اضغط على الطلاب ينزل لي حاجه هنا، اضغط عليها ينزل لي حاجه، اضغط عليها ينزل لي حاجه. طيب ازاي يا باشمهندس؟ طيب تعالى كده نشوف، هوريها لك. خليني انا مجهزها. طبعا الكود بعد كل نهايه فيديو بيكون موجود على الجيت هاب ان شاء الله. خليني كده بس اخد التابة ديت. طيب نروح على البروجكت بتاعنا. معلش انا نسيت ان انا افتحه على بي اتش بي ستورم. نفتحه على البي اتش بي ستورم بس ونشوف التابة الجديدة هيكون فيه. طيب ليه يا باشمهندس انت بتعمل الجزئيه دي؟ اعمل البي اتش بي ستورم يفتح. ليه انت بتعمل الجزئيه دي؟ انت عايز تعمل تبات تحت بعض ليه؟ هي بتبقى زي شكل، يعني من وجهه نظري هي عمليه يعني تكون شكلها تنظيميه شويه. لما اجي اضغط على الطلاب، لان الطلاب هيكون فيها حاجات كتير. انت طبعا بتعمل سيستم مدارس، فطبيعي ان هيكون كل اعتمادك بنسبه كبيره على الطلاب. يعني التبات الطلاب دي مهمه جدا، فبالشكل ده هتحس ان التبه داخله في بعضها ومعقده كده وما تحسش ان هي بروفيشنال شويه. فمن هنا جيت يعني جه فكره ان لا نحاول نظبط التبه افضل بشكل شويه. طيب تعالى كده بعد ما البروجكت بتاعنا فتح، هنروح هنا على الريسورس، هنروح على الفيو، بعد كده هنروح على اللي اوتس، هنروح على المين سايد بار. طيب ده التابة بتاعت الطلاب فين؟ نطلع فوق، ده تابة الطلاب. شيل التابة ديت مش محتاجة، شكلها مش حلو مش عاجبني، وحط التابة التانية ديت وفرجنا عليها كده باشمهندس. طبعا اول خطأ هيظهر معانا ان هو مش قادر يعرف الترجمات. طيب خلينا بس نعمل ريفريش كده ونشوف بس الاول هو التابة اتحدثت ولا لا، وبعد كده هنشوف موضوع الترجمات، لان طبعا انا عامل ترجمات، فهو لما يقراها هيقراها بشكل مش مظبوط وهيطلع لك ان الترجمه فيها خطا ما. طيب لو جينا هنا نروح على الطلاب، لاحظ جايب لي الدنيا كلها داخله في بعضها. طيب اجي هنا بمنتهى السهوله كده، اروح رايح على البروجكت بتاعي، تمام. اجي هنا على اللانجويج، على اي ار، هاخد بس ايه المين ترانس دي اللي فيها الترجمات بتاعتي. اد الريسورس، اد اللانجويج، اي ار، اعمل لي الترجمات، هيقول لي ان هو موجود، اعمل لي ريبليس. طيب وتعال هنا كده نعمل ريفرش ونشوف ايه اللي اختلف، وهل فعلا التابة دلوقتي بقى شكلها افضل ولا كانت الاول يا باشمهندس مش حاسين بفرق. طيب لما بضغط على الطلاب لاحظ ايه اللي بيحصل؟ قال لي عندي هنا حاجه اسمها معلومات الطلاب، لو ضغطت تحتها جايب لي اضافه طالب وقائمه الطلاب، حلو قوي. وقال لي هنا ترقيه الطلاب، لما بضغط عليها بيقول لي اضافه ترقيه جديده، قائمه الترقيات. لو ضغطت على الطلاب المتخرجين هنا هيقول لي اضافه تخرج جديد وقائمه التخرجات. ففي الحاله دي تحس ان التابه بتاعتك بقت شكلها اشيك شويه. لما يضغط الشخص كده الدنيا مترتبه، لان طبعا دي كل تابه تحتها حاجتها، فده بيسهل عليك الشكل والاسلوب والطريقه. طيب تعالى كده نروح على قائمه الطلاب بتاعتنا. هنا عندي طلاب في المرحله الدراسيه، عندي هنا المرحله الدراسيه اللي هي المرحلة الابتدائية الصف الثاني ب، تمام. انا عايز انقلهم مثلا على سبيل المثال الصف الثاني ج مثلا على سبيل المثال. طيب حلو قوي، تعالى كده بس نضيف صف، نشوف بس نتأكد هل احنا ضايفين قسم جديد في الصف مرحلة. طيب هنا نقول له هنا اضافة مرحلة، لو سمحت انا عايزك تضيف لي المرحلة الدراسية عندي الصف الثاني. هنا مثلا خليه لي هيكون القسم بتاعهم ج ايا كان يعني، تمام، واضغط اوكي. لغايه الان كده تمام زي الفل. لو رحنا على الطلاب، جينا على ترقيه الطلاب، هنا ترقيه الطلاب هضغط على حاجه اسمها ايه اضافه ترقيه جديده، حلو قوي. جيت هنا قلت له لو سمحت انا عندي المرحله الابتدائيه، حلو، كل ده من الدرس السابق، عندي الصف الثاني به، كلام جميل. انا عايزك لو سمحت توديهولي، طبعا دي السنه الدراسيه بتاعتهم 21. هتعمل ايه؟ هتروح على المرحله الدراسيه الابتدائيه الصف الثاني، بس الناس دي هتبقى في جيم، والسنه الدراسيه الجديده بتاعتهم هتبقى في ايه؟ في 22، كلام جميل. واضغط عمليه تاكيد،
حلو، هو كده المفروض قال لي تم حفظ البيانات بنجاح. طيب لو رحنا على الطلاب، رحنا على ترقية الطلاب، قائمة الترقيات. حلو قوي. أنا عندي هنا المرحلة القديمة، هي دي المرحلة ب القديمة ودي المرحلة الجديدة. طيب لظرف ما حصل مشكلة ما معاك وفوجئت إن الشخص ده أو الطالب ده بعد ما اتعمل له ترقية حصل أي ظرف ما وقال لك لا الطالب ده المفروض هيرجع المرحلة اللي كان جاي منها قبل كده. طيب هو اتنقل معايا في جيم، لا أنا عايز أرجعه ل ب. طبعا إحنا كنا بنعمل هنا تراجع، كان هو بيرجع الاتنين دولت ل ب، لا أنا عايز بقى شخص واحد. طيب أرجع الحاجات دي إزاي؟ طيب تعالى هنا كده في البروموشن بتاعي، قفل كده الكلام ده، نروح على بيجز، هنروح على الستودنت، هنروح على البروموشن، هلاقي عندي المانجمنت. طيب ده المانجمنت بتاعي، امسح كل الكلام ده. ده التي دي اللي هنكتب فيها حاجتين، التي دي هيبقى فيها، هيبقى فيه اتنين بوتون هنا. لو جينا نعمل هنا ريفريش هتحس ان البوتون ده اختفى على طول، خلاص ما بقاش موجود. انا عايز اتنين بوتون هنا، واحده مثلا تراجع الطالب واحده تخرج الطالب. طيب يعني ايه باشمهندس برضو تخرج الطالب؟ انا مش عايز اسبق الاحداث ولكن هشرح لك الفكره. طيب نتخيل كده في وقت من الاوقات الصف ده بعد ما انا نقلته، يعني انا عندي اتنين كانوا جايين من ب رايحين جيم. طيب فوجئت ان احمد ابراهيم ده سي مثلا، ده هنعمله قدام شويه، الراجل ده خلاص سحب من المدرسه، ما بقاش موجود، هو طلع من المدرسه. يبقى اذن دلوقتي انا عملت ترقيه للفصل ب راح جيم. طب كلام جميل، انا جيم لما جه معايا كان فيه 20 طالب، طيب منهم اتنين تلاته سحبوا من المدرسه ما بقوش موجودين معايا، ففي الحاله دي عايز اعملهم تخرج، انا عايز اطلعهم بره عشان في وقت من الاوقات لما اجي مثلا يبقى في ريبورت عندي، لو سمحت انا عايز اشوف الناس اللي طلعوا من عندي من المدرسه مين، ابقى انا عارف زي الديتيلز كامله عن المدرسه، مين الناس اللي طلعت من عندي او سابتني او الكلام ده كله، ومين الناس اللي كانت في مرحله قبل كده وراحت لمرحله تانية. كل ده حاجات انت هنعرفها قدام ان شاء الله. طيب في البدايه كده تعال نروح على المشروع بتاعنا، وبس اخد بس الجزئيات اللي انا هعملها اختصارا بس للوقت عشان بس ايه يعني ما نطولش اكتر من كده. اهو المشروع بتاعنا، لو سمحت افتحوا لي على البي اي على الفيجوال ستوديو عشان ان انا اخد الجزئيات بتاعتي. طيب تعالى هنا في الاول كده، احنا لو روحنا على البروموشن انا عايز اضيف اتنين بوتون. طيب باشمهندس السؤال بس معلش، هو انت بتجيب البوتون ده منين؟ بوتون عاديه خالص، هي عباره عن بوت ستراب، يعني انا مش بجيبها من مزاجي او من دماغي يعني. تمام. طيب قلت له هنا البروموشن المانجمنت، انزل تحت كده واحده واحده ونفهم دلوقتي ادى الاتنين البوتون اهمت، انا عايز الاتنين البوتون دول. حط لي الاثنين البوتون ده هنا كده وفرجني عليهم. طيب ايه هما الاثنين البوتون دولت يا باشمهندس؟ تعالى نعمل ريفرش، عندي هنا حاجه اسمها ارجاع الطالب، المفروض لما اجي اضغط عليه ينزل لي مدوله هنا كده، هل انت متاكد من الارجاع ولا لا؟ اه والله متاكد او لا. نفس القصه في تخرج الطالب دي لسه هنشتغل عليها ان شاء الله، اضغط هنا يقول لي انت متاكد ان الطالب ده هيتخرج ولا لا، او هيروح على جدول ثاني منفصل خالص، وكل ده هنشوفه احنا قدام ان شاء الله، مش عايزين نسبق الاحداث. طيب خلينا الاول هنا كده نوقف بتاع الطالب ده، نوقف تخرج الطالب ده عشان لما تيجي تجرب ما يحصلش معاك مشكله. طيب هنا دلوقتي انا عملت مدوله عاديه خالص عن طريق بوت ستراب، قلت له لو سمحت لما اضغط عليها هتظهر لي مدوله اسمها ديليت 1 وهتاخد معاها الاي دي. طيب سؤال بسيط قوي، ديليت 1 ده هتبقى فين؟ طيب تعالى كده زي الشاطر ناخد هنا كده بس ايه المدولة بتاعتي، أدا كوبي هنا، نروح على الاتش على المشروع بتاعنا، هنا هنا بيجز عند الستودنتس بروموشن ديليت 1، دي عبارة عن فورم عادية خالص ما فيهاش أي حاجة. أهي الفورم دي الديليت 1 دي فيها إيه؟ أول حاجة وأنا بفتح المدولة بتاعتي أنا واخد معايا أي دي، كلام جميل، والمدولة دي اسمها ايه؟ اسمها ديليت 1. طيب حلو قوي، اذا دلوقتي اللي انا اعمل لها ايه؟ الله ينور عليك، اعمل لها انكلود، هناخد اللي فوق ده اهي كوبي وناخدها تحت هنا كده ونقول له هنا بلد ديليت اول هتكون دوت المفروض ديليت 1. كلام جميل حلو قوي، اول ما تفتح المدولة ديت المفروض هتاخد معايا اي دي،
حلو قوي. اذا المدولة اول ما بتفتح بقول له ان في عندي حاجه اسمها ديليت 1، هتفتح. كلام جميل. طيب باشمهندس معلش لو سمحت انا عايز اشوفها كده، تعال نشوفها بعد ما احنا ضمناها. قلت له ارجاع الطالب. نزل لي رساله بيقول لي تراجع الطالب، هل انت متاكد من عمليه تراجع الطالب محمد احمد او انت متاكد من احمد ابراهيم؟ طيب السؤال بقى المهم هنا، وانت بتضغط على عمليه تراجع هنا في معايا الاي دي بتاع الشخص اللي موجود عندي في البروموشن، ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك تعالى. طبعا انا شرحت لك الجزئيات ديت كتير جدا. انا عملت انبوت من نوع هيدن اسمه اي دي، وقلت له فاليو بتاعك هيبقى البروموشن اي دي اللي هو وانا بفتح المدوله طلع معايا. طيب تعالى دي نعمل تكست كده بس عشان نوضح برضو للناس نكون فاهمينها اكتر شويه. انا لما ضغطت هنا لاحظ الاي دي بقى واحد، لاحظ الاي دي بقى اتنين. هو ده مش اي دي الطالب، ركز، هو ده مش اي دي الطالب. امال ده ايه يا باشمهندس؟ هو اي دي الصف اللي موجود في البروموشن. انت في مش المفروض ان انت في عندك جدول اسمه بروموشنز هنا صح؟ في اي دي مش اي دي الطالب، احنا مالناش علاقه باي دي الطالب، احنا بالاي دي الرول اللي جوه البروموشن. كلام جميل لغايه الان، احنا كده تمام زي الفل. نعمل ده هيدن عشان ما ينفعش المستخدم يشوف. حلو. وقلت له انت هتروح على البروموشن دوت ديستروي. كلام جميل. طيب سؤال بسيط كان بيجي في ذهنك المره اللي فاتت لما كنا بنعمل بيج اي دي وحاجات زي كده صح؟ اه. طيب تعالى كده نروح على الريبوزيتوري ونفهم الجزئيه كانت بتحصل. احنا في الاول هنا لما كنا بنقول له لو البيج اللي جاي لك بيساوي واحد اعمل للكل إلس والا بس، والا خلاص، والا اي حاجه. ما هو انا دلوقتي يا بحذف كل يا بحذف واحد. طب انا عرفته قلت له لو بحذف الكل انا جاي لك بواحد، قال لي خلاص ماشي. ولو ما عرفتوش حاجه تانية خلاص انا اول ما بقول له إلس خلاص هو فاهم إلس، خلاص الموضوع منتهي. طيب اتاكد عشان ان انا شغلت صح وتمام وزي الفل ان انا في الإلس ديت هقول له ايكو اي كلام. انا عايز بس اكتب له اي كلام عشان اشوف فعلا هو هيميز ان انا جاي من ان انا جاي من البيج دي ولا لا. اهو تعالى كده نعمل ريفرش. انا لو ضغطت هنا هو عارف ان انا رايح للكل. طب كلام جميل، انا كده بعرفه بقول له لو انا متضغط من هنا انا جاي ان انا هعمل تراجع للكل. طب ليه هنا ضغطت كده؟ لاحظ هو طبع الاسم بتاعي. ليه؟ لان هو بص دلوقتي على المدوله بتاعتي ما لقاش فيها بيج، هو ما لقاش فيها اي دي بتاع البيج، قال له خلاص يبقى انا كده فهمت بقى ان الراجل ده جاي يحذف واحد بس. كلام جميل لغايه الان، حلوه يا باشمهندس. طيب اعمل ايه عشان ان انا ابدا احذف الكلام ده كله او اعمل الكلام ده كله؟ طيب اللي انا طالبه حاجه، انا عايز اجيب البيانات بتاعه الطالب من جدول البروموشنز. طيب حلو قوي لغايه الان، كلام جميل. انت معاك الاي دي، احنا عايزين نجيب البيانات دي. طب كلام جميل، ايه اللي هعمله؟ هنيجي مثلا هنا نقول له بروموشنز مثلا على سبيل المثال، اهو اي متغير بتساوي ايه؟ بتساوي الموديل بتاع البروموشن. تمام. ومن هنا اقول له فايند اور فيل. كلام جميل، حلو قوي. ونقول له طيب حلو قوي، انت جاي فايند اور فيل جاي من مين؟ انت جاي من مين؟ ركز، انا هنا لما جيت كان معايا ايه؟ معايا اي دي، معايا ريكويست هيدن. كلام جميل، حلو قوي يا باشمهندس. يبقى انا هنا اقول له فايند اور فيل الريكويست اللي جاي لك منين؟ من الاي دي اللي جاي لك من ايه؟ من الفورم. كلام جميل. قلت له لو سمحت ريتيرن كده، لو سمحت رجع لي البروموشن دي كده. تعالى كده نشوف واحده واحده. نرجع هنا نعمل هنا ريفرش تاني كده عشان يبدا يحس بالجزئيه دي. قلت له هنا تراجع الطالب ده، قلت له موافق. لاحظ ايه اللي حصل؟ رجع لي بيانات الطالب كلها. اهو رجع لي بيانات الطالب كلها. كلام جميل، حلو قوي. طيب هنا رجع لي بالاي دي رقم واحد وراح جاب لي كل البيانات. طب حلو قوي. قلت له طب معلش روح لي على الطالب رقم اتنين ده واعمل لي تراجع عليه. اه رايح جايب لي بياناته. حلو قوي. طيب اللي انا عايز اعمله كالتالي، اول حاجه عايز احدث بيانات الطالب، وبعد ما احدث بيانات الطالب احذفه من جدول البروموشنز. طيب عايز احدث بيانات الطالب، حلو قوي. احنا كان عندنا فوق كنا بنحدث بيانات الطالب اهي، خد دي كده كوبي زي الشاطر. بس واحده واحده خدنا دي كوبي. كلام جميل اهو. بس هنا انا مش بستخدم هوير ان، انا بستخدم هوير بس لان انا معايا اي دي واحد. حلو قوي لغايه الان. طيب انا بقول له روح على الموديل او روح على جدول الطلاب هوير لما يكون الاي دي يساوي ايه بقى يا باشمهندس؟ مش انت عملت كويري هنا؟ عملت كويري اسمها بروموشنز صح؟ طيب هتقول له البروموشنز
كلام جميل. انا كده جوه جدول ايه؟ جدول برومشن. اوف ايه بقى؟ الله ينور عليك، تعال هنا، انا هنا عندي الاي دي بتاع الطالب اهو، انا دخلت جوه، كلام جميل. قلت له اوف الطالب، خلاص هو بدأ يفهم ان انا جاي بالجزئيه دي. حلو قوي، تعال نشيل حرف الاس ده اهو عشان ما يقعدش يتعبنا، ويبقى اللي تحت زي اللي فوق. حلو قوي، قلت له انا البرموشن عندي، عملت كويري، قلت له روح الجدول امسك لي كل البيانات اللي موجوده في الجدول دي بناء على الاي دي. قال لي خلاص ماشي. قلت له طب تعالى، انت كده مسكت الكويري الاولاني، قلت له انت هتروح جدول الستودنت. قال لي خلاص ماشي. قلت له شايف الاي دي اللي في جدول الستودنت؟ قال لي قلت له لما بيساوي الاي دي اللي عندي بتاع الايه البرموشن. قال لي ايوه، اعمل ايه؟ قلت له اعمل ابديت. اعمل ابديت ازاي؟ الجريد اي دي هيبقى تجيب لي كل البيانات اللي هي، انا بص لو جيت تبص هنا فروم، ركز، هو هيجي من هنا، ده القديم، ده الجديد، اهو 222 ده الجديد، فروم ده جاي منين؟ حلو قوي لغايه الان، تمام. هو دلوقتي حدث فين في جدول، ركز، حدث فين في الجدول بتاع الطلاب. طيب في عندي هنا احنا ناسيين سيمي كولون، حاضر. طيب في عندنا هنا عشان ايه، احنا عندنا الالس، في حاجه للالس هنا، الكوز ده مش موجود، حاضر اهو. طيب شيل بس ده عشان احنا ما نلخبطش نفسنا، بس نشوف احنا كنا واقفين فين اهو، ارجع لان بدنا في اقواس هنا. طيب خدي كوبي كده كده، احنا كده تمام اهو، كده احنا الاول كده تمام، ادي البروموشن بتاعي. بعد كده قلت له لو سمحت انا عندي هنا الجزئيه دي هاتها لي، ده بتاعت الابديت اللي فوق صح؟ بس هيختلف ان انا مش ايه، ما بشتغلش هوير ان اهو، شيل الهوير ان وقول له هوير البروموشن اوف ايه، الله ينور عليك، الاي دي اهو. خلاص كده بقى هو فاهم. حلو قوي، بقى هو فاهم. هو هيعمل ايه دلوقتي؟ هيروح يحدث في جدول الطلاب. خلاص بعد ما حدثت في جدول الطلاب يا عم، انا محتاج منك ايه تاني؟ كل اللي عليا محتاج ان انت هتروح قايل له بروموشن ديستروي، احذف لي بقى من جدول البروموشن. انا هحدث الاول في جدول الطلاب، وبعد ما حدث في جدول الطلاب اروح حذف في البروموشن. طب سؤال بسيط يا باشمهندس، نعم، طب ليه انت ما عكستش، حذفت الاول في جدول البروموشن وبعد كده تعدل في الطلاب؟ اقول لك طيب تعال نتكلم بالمنطق. انت سيادتك هتجيب المعلومات بتاعه الطالب منين؟ من جدول البروموشن. حلو قوي. طب لو انا جيت دلوقتي رحت عامل ده ديليت، حذفته، انا طيرته في الاول، تعال كده لو قلنا في البدايه الكود ده اللي اشتغل الاول، ما هو لازم نتكلم لوجيك شويه. انا هنا دلوقتي قلت له ديستروي للطالب ده، حذفه. طيب كلام جميل، انا بقى سيادتك هجيب المعلومات دي منين؟ ما انا مش هعرف اجيبها، خلاص كده انا طيرته. لا، اذا دلوقتي انا بحدث الاول هنا، وبعد ما حدث ببدا ان انا اعمل عمليه الدستروي بتاعتي. كلام جميل. وبعد ما عملت الدستروي قلت له لو سمحت اعمل لي كوميت وابدا نفذ لي، اعمل لي ريتيرن باك. هل كده باشمهندس اشتغل؟ تعال نجرب ونشوف، ان شاء الله يشتغل باذن الله. طيب تعال كده نرجع نعمل هنا ريفرش، نشوف الطلاب الاول قبل ما نعمل اي حاجه. تعالى هنشوف طالب معين، الطالب ده اسمه محمد ابراهيم. حلو قوي. الطالب ده في الصف الثاني جيم، هو كان الاول جاي منين؟ كان جاي من الصف الثاني ب. حلو قوي. طب احنا سيادتك لما رقيناه، الراجل اترقى معانا فعلا، كان جاي من ب راح جيم. طب انا عايز ارجعه تاني هو لوحده، فانا وقفت على محمد ابراهيم، قلت له انا عايز ارجع محمد ابراهيم. قال لي انت متاكد؟ قلت له ايوه انا متاكد، وعملت بسم الله. حلو، راح قال لي تم حذف الطالب. اول حاجه هو حذفه منين؟ حذفه من البروموشن اهو، ما بقاش موجود معايا في البروموشن. كلام جميل لغايه الان، تمام. طب يعني يا باشمهندس لو انا رحت هناك كده في معلومات الطالب المفروض هو يرجع به تاني؟ تعال نروح كده نشوف محمد ابراهيم ده فين دلوقتي، وضعه ايه. ادم محمد ابراهيم الصف الثاني، ركز بقى في به. اذا دلوقتي هو رجع تاني للمرحله الدراسيه السابقه اللي كانت مرت عليها. اذا دلوقتي مضمون كلامنا في درس النهارده اننا في جدول الترقيات اقدر ان انا ارجع طالب لوحده بس. طب لو جيت هنا
ضغطت هنا هرجع الطلاب كلها على حسب ما انا عايز. فاحنا درسنا النهارده ان احنا كنا عايزين نرجع طالب واحد بس. ان شاء الله اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.